مرحبا، أنا المهندسة الزراعية أمل القيمري، كاتبة في مجلة نكهات عائلية. رح أكون معكم في البودكاست هاد عن الزراعة أكيد، لكن اليوم رح نحكي بعض المعلومات عشان نجهز حالنا للزراعة. دايماً إحنا بنزرع بالربيع أو بفترة اللي ببلش فيها الدفع، واللي هي خلينا نقول هون بداية أفضل وقت للزراعة في السنة شهر 2 أو بداية الربيع نهاية الشتاء، أفضل وقت للزراعة. ليه؟ لأنه إحنا بتكون الأرض غنية بالمي، فإحنا مش كتير منقلق أنه نباتاتنا عطشت، بتكون العصارة بدها تبلش تدفع بالنباتات، لسه ما دفعت. فبالتالي هذا الوقت اللي هو أنا إذا زرعت نبتتي خلينا نقول بشهر 2، بيجي شهر 4 بتبلش تعطي نموات جميلة. في اعتقاد خاطئ أنه أنا الحديقة بس بدير بالي عليها بالصيف لأني أنا بكون دفيانة وبطلع وبدير بالي، لا، إحنا هون رح نغير هذا المعتقد. عشان أخذ حديقة صح وعشان أخذ نباتات حلوة، العناية الصح هي بالشتاء. يعني تتخيلوش قديش إذا أنتوا درتوا بالكم على بعض الأمور اللي هلأ رح أحكيها بالشتاء، إن شاء الله حتاخدوا نتيجة ممتازة بالصيف أو بالربيع. من الأشياء المهمة تجهيز الأرض، وعشان أجهز أرضي عشان أحسن خواص تربتي بدي أحط عليها اللي كلنا بنعرفه السماد العضوي. السماد العضوي مخلفات حيوانية عملناها حراريا وكيماويا لحتى ما يكون فيها بذور غير مرغوبة من الأعشاب وتكون نظيفة، عفوا، أقدر أحطها في بيتي، فموجودة بالسوق بقدر أحطها بالأرض. هلأ شو بعمل؟ أنا بحطها بالأرض، ولا تسألوا عن الكمية، قد ما حطينا سماد عضوي قد ما رح تستفيد نباتاتنا. لكن هو اسمه سماد عضوي لكن هو ليس سماد، يعني إذا النبتة محتاجة خلينا نقول حديد، مش موجود الحديد بالسماد العضوي هذا. كل ما هنالك أنه أنا لما بحط السماد العضوي في أرضي بصير شغلتين كتير مهمين، بساعد جذور النبتة تمتص المواد اللي أرضنا غنية فيها. يعني أنا أرضي ممكن تكون مليانة بعنصر الحديد لكن نبتتي مش مبسوطة فيها أو مش قادرة تسحب هذا العنصر، فأنا بحط السماد العضوي لحتى أحسن خواص تربتي، بصير سهل على النباتات تسحب هاي المواد الغذائية. النقطة الثانية، الأرض اللي أنا دايما بهتم أحط فيها سماد عضوي بتكون قادرة تحتفظ في المي أكتر. يعني إحنا بنقول له الووتر كاباسيتي، أو أنا بحط بس نباتاتي إذا كان في كمية منيحة من السماد العضوي بتقدر تحتفظ الأرض، ما بسقي كتير بالصيف. هذا اللي بدي أوصلكم إياه، إنه أنا ما بسقي كتير بفصل الصيف لأنه في سماد عضوي عم تحتفظ الأرض بهاي المي اللي أنا سقيتها. حسنا خواص تربتنا. في شغلة تانية كتير مهمة، التقليم. التقليم كتير موضوع مهم، وللأسف بعضنا بخاف من قصة القص. بدنا نكون عارفين طبيعة النبتة، كيف طريقة نموها، هل هي متسلقة، هل هي شجيرة، إيش احتياجاتها، إمتى بقدر أقلمها. يعني مثلا أعطيكم مثال بسيط جدا، الأشجار الفاكهة. أشجار الفاكهة تقلم بالشتاء، تقلم بشهر خلينا نقول 1 و2، هذا الوقت الصح إلها، ووقتها إحنا بنقدر نقص براحتنا، بيكون ما في ورق على الشجر. فإحنا بدنا نكون عارفين إمتى بدنا نقلم. ورح أعطيكم كمان مقارنة، أشجار الفاكهة الزيتون مش منها، الزيتون إحنا بنلقطه بشهر 10 و11 خلينا نقول، وفي ناس بعد بعرف إمتى بقلم الزيتون، بعد القطاف. فشوفوا الفرق، في خصوصية لكل نبتة لازم أكون عارفتها وعارفة إمتى بتتقلم. فهذا الموضوع كمان مهم عشان أجهز نباتاتي. صدقوني فترة الشتاء فترة كتير مهمة عشان أجهز كل إشي. صحيح هي بيكون فيها سكون لكن هي الفترة الصحيحة. فزي ما قلت لكم في عنا كمان بالإضافة للسماد العضوي اللي حطيناه نقدر نحط سماد بنقول له إحنا slow release. slow release بطيء الذوبان. هلأ السماد البطيء الذوبان هو سماد مركب لكن بتركيبة مختلفة إنها تضل تدوب شوي شوي، فهذا يعني حل سريع وسهل بالشتاء لأنه إحنا ما بنسقي بالشتاء، فبالتالي الشتاء موجود السماد على الأرض فبتقدر النبتة تستفيد منه. فرصتي كمان لما بجهز هذا الحكي كله إني أنا أجهز بربيش الري. يعني أنا هل بدي أسقي غمر، هل بدي أسقي بالبربيش العادي، هل بدريب إريجيشن اللي إحنا دايماً بنحب إننا نسقي فيه لأنه ما بدنا ويست أو ما بدنا نضيع مية كتير، فبالتالي إحنا نستعمل الدريب إريجيشن.
كتير أشياء مهمة بسيطة دايما. هي الزراعة أصلا من أبسط الأشياء اللي ممكن إحنا نمارسها، والزراعة خبرة وصبر، هدول النقطتين كتير مهمين عشان أخذ نتيجة حلوة. فخليكم قريبين من نباتاتكم، صدقوني مع الوقت بصير الموضوع كتير سهل، بس إحنا دايما بنقول ازرعوا عشان يزيد العرق الأخضر، عشان ننقي الجو، لأنه كل ورقة عم بتنقي جونا، عم تعطينا أكسجين إلنا ولولادنا. فدايما ازرعوا ودايما استنوني على معلومات بمعلومات زراعية جديدة إن شاء الله.